مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونبدأ حوارنا مع أستاذ طارق ترشيشي سكرتير التحرير في جريدة الجمهورية. صباح الخير أستاذ صباح طارق، الخير أحمد. أهلا وسهلا فيك. يعني بداية من الشمال، ما هي المعلومات التي توصلت إليها ب يعني كيفية الوصول إلى الحسم العسكري وإلى ضرورة دخول الجيش الذي كان بداية يعني دفع ضريبة تقاتل لا حول له بها ولم يكن مغطى سياسيا؟ هل هو الغطاء السياسي الذي سمح للجيش بالدخول؟ يعني يفترض أن يكون هناك قرار سياسي مش غطاء سياسي بس بتمكين الجيش من فرض الأمن في طرابلس، لأنه فعلا ما حصل في المدينة يجعلنا نقول أن هذه ليست طرابلس التي يعرفها جميع اللبنانيين. المؤسف يعني أن يعني تظهر مشاهد تعيد إلى الأذهان يعني معاناة طرابلس فيما مضى، وذلك الانقسام الحاد الذي كانت تعيشه المدينة. هو انقسام يعني كانت فرضته في السابق ظروف، ولكن أنه بعد يعني الطائف وعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد، يعني صار أي عمل عسكري خارج إطار الشرعية، أي عمل عسكري لأي فريق لبناني لم يعد يعني ذلك العمل المحبوب أو المرحب به. يعني صارت الناس يعني تمقت هذه المشاهد، وخصوصا أنه يعني البلد عم بيعيش بمرحلة كتير دقيقة في ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة. يعني الجيش يفترض أن يعطى الغطاء والقرار السياسي، ويفترض أن يكون هذا القرار قد صدر بالفعل، لأنه ما كان يعوق حركة بس الجيش. بس هو القرار السياسي بفرض الأمن يعني وإعادة فقط الجيش. البعض يقول أنه سيكون فقط عابر سبيل في طرابلس، أو لا أنه هو عنده سلطة التوقيف في حال وجد مسلحا يعني على الطريق، عنده سلطة إذا ما أطلق النار أن يرد على مصادر النيران. طبعا يعني يفترض أنه هذا القرار يعطي الجيش كامل الصلاحية بفرض الأمن. هلا الجيش بس بده ينفذ عملية عسكرية لضبط الأمن في منطقة معينة، ما في يعمل أمن بالتراضي بهذا المعنى. يعني بده يفرض الأمن وفق الأصول وفق ما هو مطلوب. يعني فبعتقد أنه ما بدأه الجيش يعني سيستكمل، وينبغي أن يعود الوضع إلى طبيعته في طرابلس في القريب العاجل، ولأنه ما حصل هو خطير جدا يهدد البلاد برمتها. يعني حصول فتنة مذهبية في طرابلس، يعني لن تبقى في طرابلس، يعني كل الناس ستخوف أن تمتد إلى مناطق بس هل أخرى. هي كانت بروفا للبعض قرأ فيما جرى باليومين يعني الأخيرين في طرابلس بأنها كانت بروفا لقياس فعلا مدى جهوزية هذه المدينة، لأنه كان في حديث أنه خلص صارت طرابلس مرتع للمسلحين، للجيش السوري الحر، للاجئين السوريين ومن ضمنهم فارين من العدالة، إضافة إلى الشبح الإسلامي الذي يهول به دائما والسلفي. أنه كانت بروفا لمعرفة أنه فعلا هيك الحجم بطرابلس، ولا أنه لا يعني بما البعض قرأ بما جرى بأنها لا تتعدى كون فقط يعني مجموعات مسلحة لا تستطيع أن تغير معادلات، إنما تستطيع أن تزعزع أمن منطقة وليس أمن بلد. يعني ما أنا ما بعتقد أنه الموضوع موضوع بروفا. في واقع موجود في طرابلس، هذا الذي تتحدثين عنه موجود في طرابلس، ولكن يعني طرابلس لم تنأى أو لم تلتزم سياسة النأي بالنفس التي قررتها الحكومة إزاء ما يحصل في سوريا. في كل أسبوع وفي كل يوم في طرابلس هناك تحركات، هناك تظاهرات، هناك يعني فضلا عن أنه يعني في هناك اتهامات بأنه هناك من يعني يستورد السلاح عبر طرابلس ويرسله إلى سوريا. يعني فيها في كل هذا يعني هناك شيء يحصل في طرابلس كان يعني هذا أنا في رأيي ليس في مصلحة لبنان، ليس في مصلحة لبنان. يعني أي فريق لبناني يريد أن يتعاطى في الموضوع السوري في هذه المرحلة أنا أعتقد أنه يضر في لبنان. سياسة النائب النفس هي كانت سياسة حكيمة أنا في تقديري، من أجل يعني ترك السوريين
والنظام في سوريا يقرروا مصير سوريا بأنفسهم. يعني لماذا لبنان؟ كان دائما اللبنانيين يشكون من التدخل السوري في الشؤون اللبنانية فيما مضى، ودائما كان يلقى اللوم على سوريا أنها تتدخل في شؤون لبنان طيب لماذا نحن، يعني إذا كان السوري أخطأ في الماضي في هذا التدخل في شؤون لبنان، إذا كان أخطأ فلماذا نحن اللبنانيين يجرون أنفسهم إلى الخطأ نفسه؟ بس يعني هل تقرأ بما جرى بطرابلس أنه هي كانت فعلا امتداد للأزمة السورية، وأنه توتير الخاصرة الشمالية لسوريا، أو أنه لا مجرد يعني ما حدا بعد عم يعرف فعلا يحلل؟ يعني هل المشكلة أنه في نقمة على الدولة اللبنانية التي فعلا هي من يعني لم تبت حتى الساعة بملف الموقوفين الإسلاميين، أم النقمة على السوريين والنظام السوري فأتى الرد من الشمال؟ يعني شو الهدف من كل شيء صار بعد ثلاث أيام من سقوط جرحى وضحايا؟ موضوع يعني الكل يعرف منطقة الشمال عموما أكثر تأثرا بالوضع السوري من بقية المناطق اللبنانية، يعني يمكن في شوي ببعض أطراف البقاع الشمالي، لكن الحدود في لأنه منطقة الشمال هي الأكثر تفاعلا وتأثرا بالوضع السوري. لكن إنه في هناك قضايا في الشمال تحتاج إلى معاملة، منها قضية مثلا الإسلاميين، يعني هذه قضية الإسلاميين يعني لا تحتاج لأن يعني يندفع فريق من الطرابلسيين أو الذين ينتمي إليهم هؤلاء الإسلاميين إلى أن ينزلوا إلى الشارع واعتصامات وتظاهرات، أنه هذا الموضوع يعالج في القضاء، يعني يعالج في السياسي وفي القضاء. في السياسي أنه يصدر قرار سياسي من الحكومة بأنه يسرعوا في محاكمة هؤلاء الناس. الموضوع يعني ربطه بما يحصل في سوريا، هلا البعض يربط في هذا الموضوع، لكن انا في رايي انه يعني موضوع الشمال ينبغي ان يعالج يعني بطريقه يعني طريقه واقعيه. طيب شو الواقع اليوم بيقول الواقع شو؟ ان يتسلم الجيش الامن في منطقه الشمال، يعني ما في قرار سياسي كبير يعني من وقت اللي صار ينحكى بموضوع الحدود وربط الحدود، يعني حتى في يعني في كان في بعض حتى بيناتهم مسؤولين يتلكؤون في هذا الموضوع. يعني الجيش بالنهاية يخضع لسلطة مجلس الوزراء، السلطة السياسية السلطة التنفيذية، ينبغي أن يكون هناك قرار واضح في هذا الموضوع. يعني المسألة مسألة تتعلق بمصير بلد، لا تتعلق بمصالح انتخابية لهذا الفريق أو ذاك، أنه أنا إذا بدي دخل الجيش ممكن يكون في ردة فعل شعبية بدفع حقها بالانتخابات. هذه حسابات مصلحية ضيقة، هذه بالآخر بتدمر البلد. يعني المفروض أن يكون في دعم كامل للجيش بالسياسي وفي كل شيء من أجل أن يضبط الأمن. يعني كنا يعني حتى وقت قصير نتغنى انه لبنان استقرار وهدوء وكذا في ظل ما يحصل في العالم العربي من يعني ليش البلد بده يدفع الثمن هلا؟ يعني ليش في الوقت اللي عم نشوف انه الوضع في بعض الدول العربيه عم بيروح نحو بدا ينحو نحو التهدئه ونحو بس هون هذا الاراد بدخول الجيش او بان يفرض الجيش سيطرته على الحدود مع سوريا، هو القرار مرفوض من قبل المعارضه في لبنان ام من قبل السلطه في لبنان؟ يعني لا مرفوض، يعني ما السؤال هو من ينأى بنفسه؟ يعني الكل يتحدث بانه مع هذا القرار، وضمنيا هو ضد هذا القرار. يعني المعارضة معروف موقفها من الـ في موضوع دعم المعارضة السورية، يعني وتتحدث علنا بوجوب دعم المعارضة في سوريا بمادة بسلاح والكذا، مثل كل القوى التي تدعم المعارضة، كل القوى الإقليمية. يعني منطق المعارضة في لبنان في هذا الموضوع شبيه بمنطق تلك الدول. المشكلة أنه في البعض عم يحسبها انتخابيا في هذا الموضوع. مين يعني البعض؟ يعني ما بدي ادخل باسماء. رئيس مئاتي يعني؟ لا، الرئيس مئاتي يعني في وضع لا يحسد علي انا بقول يعني بهذا الموضوع. يعني بالنهايه هو حريص على منطقه الشمال التي ينتمي اليها، يعني ما له مصلحه انه يصير في فتنه في الشمال. يعني انا ارمى بالرئيس مئاتي انه يكون يعني فعلا واحد يحكي هيك انه في وضع محرج في هذا الموضوع.
لكن كل همه بعتقد انه يعود الهدوء الى منطقة الشمال وليس الى طرابلس فقط. لكن الحكومة بالاخر عم بتواجه عراقيل ومحاولات لافشالها، يعني في بعض الفريق المعارض يرفع شعار اسقاطها. يعني كمان في احيانا بعض المسؤولين يخشى من انه ان يتخذ قرارا ويعني يورط في مسائل ليست في حسبانه، في يعني على المستوى السياسي العام وعلى المستوى يعني المصالح المحليه في 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 مشكله في هذا الموضوع. لكن انا بقول بالاخر مهما يكون هناك من مصالح ينبغي ان يكون هناك قرار حازم وجازم في ان يتسلم الجيش الامن في كل منطقه الشمال وفي كل لبنان. طيب بس هون ايضا اذا بدنا نقرا كيف كانت ارض المعركه يعني بطرابلس، هل تشكل فعلا طرابلس خطرا؟ يعني هل تشكل ثقلا يعني ما يجري في سوريا؟ اذا كان البعض يتحدث عن فتح جبهه الشمال لمواجهه النظام السوري، يعني البعض اعتبر انه ما يجري في سوريا باقل الاحياء يتعدى ما جرى عنا بثلاث ايام، وانه ما بدها هلا التضخيم انه نحن فيها تشكل طرابلس جبهه بوجه النظام السوري. لا هي مش موضوع جبهه في وجه يعني ما فيها تقل اللي بخوف النظام السوري انه لا انه رح تكون معركه ضاريه يعني بطرابلس. انا عم بحكي انه اي فتنه في الشمال لا تبقى في الشمال، بدأت تمتد يعني تمتد الى كل لبنان. هلا بين لانه بدات الاصوات اللي هي متناغمه تطلع من مختلف الخطوره، مش انه ما يحصل في سوريا ما في الشمال مداش مدى تاثيره على الوضع في سوريا، المشكله قديش تاثيره على الوضع في لبنان. هون الخوف، يعني حتى في معلومات انه المسؤولين السوريين عندهم خوف حقيقي على الوضع في لبنان خصوصا في هذه المرحله، لانه بصير انه دخول لبنان في فتنه وقعد فكري انه يعني رح يكون يعني مصدر ارتياح لدى سوريا. بس ما في قرار لحد اليوم، ما في قرار اقليمي ولا دولي بإدخال يعني لبنان، يعني ما جرى يعني كان التاكيد على انه هالقد بتحمل، ما بتحمل لا تمتد ولا تكبر، وما حدا يتوقع انه يكون في سفن السلاح رح توصل وتتوزع على الافرقاء اللبنانيين لتشتعل حرب ال 75 مجددا. يعني ما حدا عنده هذا القرار، كلهم عارفين انه هالقد حجم المشكل هون ببلش بس هون بيخلص وفي وقت بيخلص. لا لي شغله، بالوقت اللي بلشت الحرب اللبنانيه كانت بلشت بشغله صغيره وقالت العالم خلص بكره بتنحل، بس كان في قرار راحت 17 سنه، بس كان في قرار بوقتها وكان الكل عارف انه في قرار. ما الذي يمنع ان يكون هناك قرار الان؟ ما الذي يمنع؟ في لانه في جبهه مشتعله يعني بسوريا. بعدين الموضوع الفتنه اشد من اشد غضاضة من القتل. انه وقت بيصير فتنه بين الناس يعني هذه مش سهل، يعني مش يعني مثل نار بالهشيم، مش سهل انك تضبيها بسرعه، مش سهل ابدا. يعني وبلشنا نسمع الكلام بالعناوين يعني حتى ببعض الفضائيات انه جبل محسن العلوي هلا كان معنا ضيفنا عم يحكي عن انه وللاسف يعني مع احترامي له الدكتور شهال انه عم يحكي بمنطق انه نحن مستهدفين لاننا سنه. شو هالحكي هذا؟ مع انه بالعالم العربي اليوم هو يعني شو هالحكي هذا؟ من قال انه في فريق لبناني يستهدف فريق اخر؟ يعني ليش استلال هذا الشعور؟ الاخوان والاخوان والجماعه ليش استلال هذا الشعور لدى ابناء الطائفه السنيه الكريمه بانه والله انتم مستهدفين وجوديا من الاخرين؟ ليه؟ يعني ساعتها اذا طلع الفريق ثاني طائفه ثانيه وقال نحن مستهدفين وفريق الطائفه الثالثه نحن مستهدفين، شو هالبلد نحن اللي عايشين فيه؟ ما حدا مستهدف حدا ولا حدا بيلغي حدا بالبلد. يعني هذه مقوله الهادي اللي يعني هلا نحن خصوصا نحن صايرين على ابواب انتخابات فاكرين انه هذا الحكي بيعمل رصيد انتخابي، لا للاسف هذا ما هذا بيخسر صار بالانتخابات لانه الناس صارت واعيه، الناس ما عادت تنطلع عليها هذه الاقاويل. بس ماذا قرات يعني البعض بدا يقرا بمعيار ومقياس موازين القوى في الشمال ومين المؤثر ومين غير المؤثر، هل لتيار المستقبل دور
في تهدئة الساحة، لأنه بإشعال الساحة يعني يبدو بأنه القرار كان قرار من السلفيين والإسلاميين وذوي الموقوفين تحديدا الإسلاميين اللي هن أشعلوا هذا الجو، لكن بقرار تهدئة الشارع في حال مثل ما صار أنه انفلت الوضع وما عاد حدا يقدر يسيطر، بيقدر تيار المستقبل أنه يهدئ الشارع المسلح؟ يعني أنا أخشى أن يكون هؤلاء الإسلاميين يعني صاروا هن يعني اكثر تاثيرا بالساحه الطرابلسيه من تيار لكن المستقبل. اذا بدنا نبني على كلام الرئيس سعد الحريري يعني كلام تهدئه، حتى كلام الرئيس سنيورة على الرغم بعض يعني التلميحات والقصص كمان كلام تهدئه، ما بعتقد انه تيار المستقبل مصلحه بفتني بطرابلس، ما بعتقد انه في له مصلحه، فضلا عن انه يعني تيار المستقبل بس عنده قدره يمنع الفتنه؟ ما له مصلحة، عنده قدرة المنع؟ عنده قدرة انه يمنع الفتنة بالتعاون مع الآخرين، لأنه إذا تعاون تيار المستقبل مع الرئيس مئاتي والأطراف الآخرين الكرامي الوزير صفدي التيارات الأخرى السياسية يستطيعون أن يشكلوا أكثرية في وجه هؤلاء، لأنه كمان ما تنسي أنه كمان التعاطي مع هؤلاء يمكن بالسابق كان يعني متاح أو مسموح به من الكبار، الآن لا، الآن صار يعني التعاطي مع هؤلاء أو دفعه أو دعمهم صار يشكل تهمة لدى الآخرين، يعني أي فريق بده يحاول يدعمهم سيتهم تحت عنوان أن أنت تدعم الإرهاب، لأنه هؤلاء الأطراف الإسلاميين معروف شو الموقف الغربي وموقف حتى موقف دول عربية من من منهم على اساس تحت عنوان انه ارهاب وما ارهاب وقاعده وما قاعده، لذلك بس هذا كمان عم بشكل بمحل معين انه عم بيعتبروا انه هن مستهدفين بفكرهم، يعني انه صارت مش كل من يعني التحى وكل من يعني تدين ويعني زهد في الدين اذا بدنا نقول، مش كل شخص هيك بده يكون انه هو ينتمي الى تنظيم مسلح ارهابي، يعني ممكن يكون ينتمي الى تنظيم فكري متدين مش شرط، يعني هيدا ما ياخذ عليه لا، بعد المظاهر المسلحه اللي ظهرت في طرابلس ما بعتقد ان لاي فريق سياسي مصلحه بانه يعني يدافع، خصوصا انه هذه مدينه بالاخر عم تستباح بسلاح غير شرعي عم ينزل على الشوارع بعيدنا للماضي، ما بعتقد فريق بيقدر يتحمل هذا المنظر بالوقت اللي يعني البلد يعني يعني كثير حساس بهذه المسائل، كثير حساس. بس هن عم بيقولوا انه نحن جزء من كل لبنان مسلح وكل لبنان فيه يعني كل لبنان مسلح، اذا بدنا نتعاطى بهذا المنطق حرب عصابات اذا بدنا نتعاطوا بهذا المنطق معناته طيب خلي يكون هناك حل شامل في لبنان لكل السلاح، وهذا يعني مش موجود، هذا يعني الدولة فقدت هيبتها أساسا، يعني واحد إذا بده يحكي فعلا بالمنطق اليوم الدولة فقدت هيبتها، الدولة ما فيها تقول يعني ما فيها تمارس فعلا يعني معيار واحد بكل شيء بالمحاكمات مثل ما عم بيصير بقضية الموقوفين الإسلاميين، يعني الدولة هي التي نأت بنفسها والقضاء نأى بنفسه عن هؤلاء الموقوفين، حتى الكل ما بقى عم نسمع صوت عاقل بيقول إنه بأي يعني اليوم فعلا قال دكتور شهال انه طب كيف اليوم شخص يتهم ويحكم بالتعامل مع العدو الاسرائيلي بيطلع بعد سنتين وبيتخفض محكوميته بناء على تخفيض السنة السجنية، وفي ناس مش معروفة اساسا شو تهمهم هن بالحبس تحت شعار كبير اسمه الموقوفين الاسلاميين وما تحاكموا. يعني انا ما بعرف، انا بشوف بهذا الكلام كثير من السياسة وقليل من القضاء، ما عند القضاء عند القضاء، لا بحق لي لا انا ولا غيري نتدخل بهذا الموضوع، مش تدخل شو المعطيات يعني. إيه شو المعطيات عند القضاء حتى موقف هؤلاء الناس، هي عند القضاء ما فيني انا اتكهن واقول انه والله هودي مظلومين او مش مظلومين، في معطيات عند القضاء يستند اليها واوقف هؤلاء، المطلوب في رايي مطلوب انه يصير في تسريع للمحاكمات، يعني المساله قديش بتبين معقدة قديش هي بسيطة، يعني انه حاكمون اذا كان من شكوى خلف يحاكموا، انه ليش بدك تنقع واحد مثلا بالسجن يا اخي يمكن يطلع بريء يمكن يطلع مدان، خلص خلي يعرف حاله بريء ولا مدان،
هلا مسائبه يمكن عندنا في في جهاز القضاء في نقص بالقضاة، في نقص بال بعد بيعتبر انه كانهم يعني اليوم القضاء اللبناني يعامل او السلطه اللبنانيه تعامل الموقوفين الاسلاميين كما عاملت الانظمه الدكتاتوريه الاخوان المسلمين، يعني هيدا الفكره انه اقمعوهم وكبوهم بالسجون وخلوهم الى ان ياتي يومهم فيعودوا الى الحريه، يعني انه الزمن مش زمنهم. لا انا بقول انه الطبيعي انه يتحاكموا، لا يتحاكموا يعني هذا بده يولد مزيد من الازمات احتراما لحقوق السجين، ما بيقولوا لا انه يتحاكموا. انا ضد هذا المنطق اللي بيقول انه زدتهم بالحبس، لا يا اخي فليتحاكم. ما هو في النهايه اذا واحد مجرم بيقولوا له لك في القصاص حياه، يا لكم في القصاص حياه يا اولي، يا اخي اذا مذنب ياخذ جزاؤه، واذا مش مذنب بريء يبرى ويمارس حقه الطبيعي، بيصلي بيشتغل سياسي هو حر، لكن ضمن حدود القانون ضمن حدود احترام حرية الآخرين. يعني بالدخول إلى ما بعد الحدود الشمالية اللي هي الحدود السورية، يعني حضرتك اليوم كاتب تحت عنوان حدثان كبيران يحسمان مستقبل الأزمة السورية، ترى بأن هنالك فعلا يعني مفترق طرق إذا بدنا نقول تقف أمامه هذه الأزمة السورية، هول الحدثين يعني بتلخصهم بتحركات بدها تصير إما لعودة خط السينسين أو يعني اللي هو التحرك الإيراني المتوقع. يعني في هو في الحقيقة هني حدثين، في واحد ثالث كمان يضاف إليه هون، انتخابات في مصر. الحدث الأول هو اجتماع أول حدث هو إطلاق الصحفيين التركيين اللي كانوا محتجزين بسوريا اللي تم بوساطة إيرانية. نعم. هذا الأمر يعني أعاد الحرارة إلى العلاقة التركية الإيرانية، وهي علاقة يعول عليها ل يعني إعادة وصل منقطع بين سوريا وتركيا، خصوصا انه يعني الجانب التركي تعهد للجانب الايراني بانه يعني بموضوع التدخل العسكري بسوريا هذا الشيء مضى، يستبعد فكره التدخل العسكري وحتى يستبعد فكره اقامه المناطق العازله، خصوصا وانا قايل انه الاتصالات الايرانيه بتركيا لا تشمل الحكومه فقط انما تشمل الجيش والامن، والجيش والامن ليس متاثر كثيرا بسياسه اردوغان اللي عنده بعض الاحلام الامبراطوريه، يعني يقرا الواقع في المنطقه وفي سوريا بقراءه مختلفه و يعني ويحددون من خلالها مصلحة تركيا. مصلحة تركيا اللي كانت أقامة علاقات جيدة مع سوريا ومع إيران، بفتكر الجانب يعني العسكر بتركيا والأمن يجدون فيها ضرورة. ما تنسي أنه حجم الاستثمارات قيل يومها عندما كانت العلاقات في أوجها، حجم الاستثمارات بلغ متبادلة وكذا 70 مليار دولار. فالتركي بكل الحالات يبدو بدأ بإعادة مراجعة حسابات. الموضوع الثاني اجتماع بغداد. اجتماع بغداد يعني معلوماتي المتواضعة أنه سيكون محطة مهمة على مستوى المفاوضات في شأن الملف النووي الإيراني، وهناك معلومات تشير إلى أنه إيران تحضر مفاجأة في هذا الاجتماع. مثل شو؟ على الأرجح أن إيران ستقدم تنازل أو مقترح مهم من شأنه أن يؤدي إلى نجاح هذا الاجتماع، خصوصا أن إيران تأخذ في الاعتبار قرار الإدارة الأمريكية وقرار الرئيس باراك أوباما بمعارضة أي ضربة عسكرية لإيران.
يعني حتى الآن يعني حاول لا قرار أمريكي بضرب إيران عسكرية. بضرب إيران عسكرية. طيب بس هون شو هو القرار الممكن يعني أو القرار المفاجئ الذي قد تتخذه إيران لطمأنة العالم من طموحاتها؟ يعني هو هذا الموضوع يعني المرجح أنه يعني رح يكون هذا القرار الإيراني يكتسب هذه المواصفات. هلا ما عندي معلومات تفصيليه، لكن يبدو في قرار ايراني بهذا الاتجاه. هذا القرار الايراني اولا يمكن باراك اوباما من الاستفاده منه انتخابيا وسياسيا، ويدعم العراقي الحليف لايران في موقعه وفي دوره مستقبلا. يعني اذا لاحظت ايران في الاجتماع الأخير كان في تركيا، كان اجتماع التمهيدي، أعطت لتركيا مع العلم أنه تركيا طالبة بضمن ما اللي ذكره أنا طالبة أن يكون لها أعطاها دور في الوساطة، يعني كمان هي تستفيد من هذا، أعطاها دور في الوساطة بالملف النووي الإيراني. فالاجتماع السابق أعطت إيران لتركيا جزء بهذا الموضوع، واجتماع بغداد اذا كان باسطنبول هذا ببغداد، اجتماع بغداد هو لي يعني من حيث رمزيه المكان وكذا هو لدعم الموقف العراقي او دعم الحليف العراقي لايران بهذا المعنى. انتخابات المصريه كمان مساله مهمه، وانا هون ذكر انه في دول عربيه الجزائر المغرب الكويت دولة الإمارات ليس مستبعدا أن نشهد قريبا وساطة أو مساعي لإعادة وصل من قطع بينها رياض ودمشق. هذا في هذا السياق، خصوصا أنه كل هذه التطورات تأتي في ظل تحول في الموقف الغربي من موقف يدعو إلى إسقاط النظام في سوريا إلى موقف يدعو إلى مكافحة الإرهاب. يعني اذا لاحظتي في نقله من نتيجه التفجيرات الاخيره يعني كان خلص الموقف، وبعدين بانيتا بيطلع بيسمي القاعده ويتهم القاعده. فهذا كمان في الحسابات الامريكيه بياثر بالداخل الامريكي بالجمهور الامريكي. والكل يذكر يعني الملاحظ انه الجمهوريين يتحاولون دفع الاداره الامريكيه الى التورط اكثر في الموضوع السوري، يعني تحت عنوان انه انتم عم تدعموا القاعده. حتى بعدين لانه للسأر للانقضاض عليهم من سقوط جون مكين في الانتخابات السابقه. اذا بتذكري وقت اللي كتب سيمور هيرش، انا ذاكر هذا بالمقال، وقت الحكي عن معركه الجيش اللبناني ضد فتح الاسلام في نهر البارد، نعم، وقال وقتها انه في دول اطراف لبنانيه وعربيه عم تدعم فتح الاسلام. هذه الواقعة استخدموها جماعة أوباما حتى أسقطوا جون مكين. مزبوط. فأوباما حاضر لهذا الموضوع، متنبه لهذا الموضوع، ما بده يوقع الوقعة اللي وقعوها فيه يرجعوا يسألوا. سمع يقولوا له إنه المعارضة هي فصيل، المعارضة السورية هي فصيل من الإرهاب القاعدة، وأنتم عم تدعموها بهذا الموضوع. انتخابات مصر وين أهميتها؟ هل يكون رئيس مصر إخواني أم يعني ليبرالي عمرو موسى احمد شفيق؟ هذا في انقسام عربي بهذا الموضوع بين من يؤيد الاخوان اللي نقصوا باتفاق سابق كان حاصل داخليا في مصر بانه انتم بتاخذوا البرلمان، رئاسه البرلمان ورئاسه الجمهوريه ما دخلكم فيها. هذا وعدهم كان قبل الانتخابات، وعدوا ونكسوا في وعدهم، رجعوا رشحوا بالاول خيرت الشاطر، طلع ما مش مزبوط، رشحوا هلا مرسي. حتى ابو الفتوح يعني بالاخر بشكل او باخر هو كان منهم، وربما يكون هذا لعبه. وانا يعني اعتقد ان الاكثر حظوظا المبين حتى الان هو ابو الفتوح. في انقسام عربي بين من يؤيد كما قلت يؤيد المرشح الاخوان وصول الاخوان الى الرئاسي، وفي انقسام في فريق اخر بأيد عمرو موسى او احمد شفيق. هلا اذا اجى اخواني انا بعتقد الوضع في المشرق سيتغير، مشهد سيتغير،
لأنه دول الخليج لا أعتقد أنها تؤيد وصول الإخوان إلى الرئاسة في مصر، خصوصا أنه بعدما تكشف لها لبعض هذه الدول أن لدى الإخوان المسلمين مخططات لقلب أنظمة الخليج. يعني ما بتوقف بس عند مصر وليبيا، يعني حتى موضوع سوريا يعني الإخوان هم الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة وسقاط النظام. يعني بالآخر الدعم التركي واضح، يعني أردوغان حزب العدل هو حزب إخواني ليس. أما إذا جاء فهم بتتغير الموازين، وبعتقد ربما نشهد مشهد آخر. شو المشهد الآخر ممكن يكون؟ يعني أنه تتقاطع يعني مصر من قبل دول الخليج لعدم مصالح، تتقاطع مصالح المتخاصمين حاليا. يعني ممكن إذا وصل إخوانجي يعني يصير في مصالحة سورية سعودية، طبعا مصالحة سورية سعودية وخليجية لإقامة توازن الخطر الآتي، إقامة توازن في وجه وإذا وصل ليبرالي؟ أما إذا وصل ليبرالي فبعتقد أنه في مشكلة رح تبقى مستمرة، يعني المعركة ستستمر بين النظام السوري وخصومه في الداخل والخارج. يعني هلا نلسين إذا أردتم يعني أن تعرفوا ماذا يجري في سوريا ابحثوا عن مصر. طبعا طبعا هذا الموضوع. هون علينا أن نقرأ خلفيات العمل لتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل في ظل انقسام إسرائيلي بين من يؤيد بقاء النظام في سوريا وبين من يعارض هذا النظام ويدعو يعني يسير في ركب الداعين إلى إسقاطه. فبعتقد أنه الإسرائيلي كمان يتحسس خطر وصول الإخوان، لأنه يقرأ في موضوع وقف الغاز مؤشر على احتمال وصول الإخوان في حال تولوا الرئاسة إلى مرحلة إلغاء كامب ديفيد، لأن الإخوان كمان بحساباتهم العربية وحتى بحساباتهم العقائدية لا يستطيعون الاستمرار في كامب ديفيد في حال تولوا الرئاسة والسلطة كاملة في مصر. ما فيهم بده يوصل لمحل بده يلغوا كامب ديفيد. هذا الموضوع تخاف منه إسرائيل. هون تتقاطع المصالح الإسرائيلية بشكل غير. هون رح يبيع الجمهور العربي، يعني من هم من الجمهور الداعم للمقاومة ولزوال إسرائيل لازم يهللوا إذا هيك، إذا بيوصلوا الإخوان وبيلغوا كامب ديفيد. أنا عم بحكي بمصالح إسرائيل، عم بحكي إسرائيلي شو عم بفكر إسرائيل، مش عم بحكي بال بس هون هلا هذا الحكومات العربية مش همة في الصراع مع إسرائيل. الإسلاميين يعني إذا الإخوان تولوا السلطة ألغوا كامب ديفيد، إلغاء كامب ديفيد رح يكون هي محاولة أو تذكرة لهم للتقرب من الشعور العربي الجامع، مظبوط من العالم العربي من الشعب العربي. هلا يمكن من المبكر أن نتكهن بهذا الموضوع، لكن عم بحكي أنا المخاوف الإسرائيلية بهذا الموضوع. إسرائيل عندها هذه الحسابات. الحكومة الإسرائيلية تحتمل احتمالين. احتمال الأول أنها إما تكون حكومة اتخاذ قرارات استراتيجية، وهون يعني كمان احتمالات، يعني أنه قد تكون مرتبطة باحتمال فشل اجتماع بغداد كمان، لأنه الإسرائيلي لم يلغي من ذهنه ومن يعني حيثياته وكذا موضوع توجيه ضربة عسكرية لإيران، في اعتباره بنظره هي مصدر الخطر الحقيقي على إسرائيل في المنطقة، كونها يعني هي بتشكل عليه أكبر خطر، يعني تتعاظم قدراتها النووية والسلاحية والعسكرية. ف تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي كل الحروب التي خوضت ضد العرب كانت حكومات حزب العمل مش الليكود. يمكن الليكود بعض الحروب يمكن في شي منه بلبنان يمكن بعتقد، أو كذيمة كان هو جزء من الليكود. هذه الحكومة الإسرائيلية إما تكون حكومة حرب وإما ستكون حكومة إعادة لم الشمل الإسرائيلي و بيسموه هذه يعني تهيئة المجتمع الإسرائيلي لتقبل الآتي بعد اجتماع بغداد.
يعني الحكومة الآتية بدها ترجع تكون مكونة بمعظمها من حزب العمل اللي هو عنده تجارب وتاريخ. لا، هني دي أول مرة بيعملوا حكومة فيها العمل، فيها كل الأحزاب الوحدة الوطنية. هذه يا إما بتاخذ قرارات استراتيجية من الحرب على إيران، الحرب على غزة، الحرب على لبنان، الحرب على سوريا، أو إنه بدها تكون حكومة سلام، يعني بدها تاخذ قرارات كبيرة، أو قرارات حرب أو قرارات سلام. أو إن بالمفرق بيعملوا قرارات حرب، كيف إذا اشتغلوا؟ إيه بس هلأ هي فعلا هذا مؤشر يعني خطير ومهم، خطير إنه بيدعي للخوف إنه هودي بالآخر عم بيفكروا بشيء، وإن عندهم طيب مشروع. بس إذا حكومة مثلا من حزب أكثري مثلا، مش حكومة يعني تجانس بين كل الأحزاب والقوى الإسرائيلية، إذا هيدي الحكومة من حزب أكثرية وحكومة ذو لون واحد مثل ما بنقول، شو بكون تأثيرها على سوريا؟ هلا هي ما هني ما عندهم قرار، هني ما عندهم منقسمين الإسرائيليين. هلا منقسمين، بس إذا وصلوا لتأليف حكومة. إيه بده يعملوا حكومة، ما هني وشو عمل هلا؟ جاب العمل وجاب الكديمة هودي اللي هني أصلاً كلهم جابهم عم يعمل حكومة وحدة وطنية. هودي ليجتمعوا كلهم معناته بده ياخذوا قرارات كبيرة. يا قرارات حرب، يا قرارات بانه يروحوا على السلام، هذه القصه. وكمان يا قرارات بحروب موضعيه، خصوصا انه إيه لبنان يعني تعتبر إيه حرب موضعيه. لبنان ايه لقل لي شغله، ما هني بحساباتهم الاسرائيليين انه الخطر الاكبر هو ايران، مش من هم حلفاء ايران في المنطقه؟ العراق، سوريا، المقاومه في لبنان، المقاومه في غزه. في ظل استحالة يعني قدرة إسرائيل بسبب الممنوعات الأمريكية بضرب إيران مباشرة، ربما تلجأ إسرائيل يعني هذا الفريق اللي هو مؤيد لإسقاط النظام في سوريا تحت عنوان أنه هذا النظام الذي يدعم المقاومة في لبنان وفي فلسطين وحليف لإيران، إذا أضعفناه، إذا أسقطناه، إذا سقط ستضعف إيران ونفوذ إيران في المنطقة. تماما مثل نظرتهم أنه إذا ضربنا حزب الله في لبنان والمقاومة في غزة كمان نضعف النفوذ الإيراني في المنطقة. فالحروب البديلة لإسرائيل في رأيي في ظل تعذر إمكانية توجيه ضربة عسكرية مباشرة لإيران، الحروب البديلة ستكون في غزة وفي لبنان وفي سوريا، يعني سواء يعني عبر الدفع في اتجاه إسقاط النظام أو في حال صمد النظام بدء، يعني في مشكله رح تبقى. ما مدى تاثير يعني الان في هذا الاثناء يرد بان الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند يتسلم مهامه الرسميه في الإليزي ليصبح رسميا رئيس فرنسا، ما هي يعني بوادر التي قد يمكن قراءتها من تسلم او من عوده الاشتراكيه، الامبراطوريه الاشتراكيه كما كانت توصف في ايام ميتيران فرانسوا ميتيران، في عودتها الى الاليزي مجددا؟ شو بدي اقول لك، قبل الانتخابات باسبوعين بعض كان له لقاء مع هولاند، يعني قبل ان ينتخب يعني خرج بانطباع بانه اكثر تطرفا من ساركوزي. بس لو بعدها مش نكشف يعني بعد الان ايه الان البعض يقول انه مهما كان هولندا لن يكون كساركوزي على مستوى نظره الى الوضع في المنطقه. و بعتقد الفرنسيين دخلوا في مرحله جديده، اوروبا كلها يعني قلت لك مرحلة يعني اللي هي العودة إلى الواجهة بعد أن كانوا دائما في ظل أو في هذه الحقبة يعني في هم في ظل في هم الأمريكي. اقتصادي في هم اقتصادي بمنطقة اليورو كبير، أزمة كبيرة. وفي يعني هناك تهمة ألصقت بأوروبا من أكثر من 10 سنوات أنه صرت أنت ملحقة في السياسة الأمريكية، وعندما تتحدثين عن اوروبا يعني فرنسا. فرنسا تحديدا اكيد. فرنسا تحديدا. هولاند انا برايي سيكون عنده اهتمام كبير باعاده تلميع الدور الفرنسي، اعاده الاعتبار للدور الفرنسي. بس بالاول يعني البعض يقول بانه لا يمكن يعني قراءه اي تحول بالسياسه الاوروبيه في الاشهر القليله المقبله، لانه راح يكون منهمك باظهار صورته ك
وإعادة إظهار صورة اشتراكية في قصر الإليزي، لأنه كمان أنه إن بالآخر ما لهم كاريتار. لا هو طرح برنامج، طرح برنامج وفي ناس انتخبوه أساس هذا البرنامج. مظبوط، يعني هو شغلته بالأول أنه يبدأ في العمل في الشأن الداخلي يعني قبل ما يروح. أنا بعتقد إذا بده يهتم بالاشتراكية لا بيفشل، إذا ما اهتم بتنفيذ اللي وعد فيه. بس من ضمن وعوده الأزمة الاقتصادية اللي رح تجي، هو أكيد رح يعالجها بمنظار اشتراكي. مش منظار اشتراكي، ما بيقدر. أنا برأيي بده في منظومة قامت على أساسها منطقة اليورو، في خلل في هذه المنظومة بده يتعالج. ضمن هذه المنظومة ما بيقدر يرجع يفصل أفكار اشتراكية بهذا الموضوع. بما تبقى من وقت، الأزمة اللبنانية بعدنا بالبراد الانتظار اللي هو طول، يعني فعلا جلدوا اللبنانيين. يعني انا بقول انه على مستوى الاداء الحكومي ينبغي ان يحصل تغيير في النهج، تغيير حقيقي في النهج. انه بالاخر حكومه بسموها من لون واحد، ما من لون واحد من ما بعرف شو، بس انه بالاخر هناك فريق في هذه الحكومه او افرقاء في حد ادنى من التجانس بينهم، حد بديش اقول في تجانس كامل، في حد ادنى. ما في حجة لهذه الحكومة أن لا تنجز، يعني ما أرى سنة وشوية تعيينات، ليش ما بده يصير تعيينات؟ طالما أنه في آلية مقررة لهذه التعيينات ليش ما بده يصير تعيينات؟ موازنة، ليش ما بيصير موازنة؟ أنا ما بعرف ليش هذه الحكومة يعني بتحب تعذب نفسها، يعني عندها هالقد يعني مش تعذب نفسها. أنا برأيي في مصالح وفي يعني البعض مكبل حاله ربما بمصالح بهذا الموضوع، مكبل حاله خصوصا هلا مثل ما قلت لك نحن فتنا بالانتخابات، يعني مع انه بعد في سنه للاسف دخلوا اللبنانيين بالانتخابات قبل ما توصل الانتخابات، قبل ما نعرف شو القانون. القانون في مشكله بهذا الموضوع، ناس مع ناس ضد، ناس بدهم نسبيه. بس كيف النهايه بتشوفها لهذه الحكومه؟ النهايه فعلا هي كما يرى البعض باستقاله هذه الحكومه، رئيسها، اكثريه اعضائها. انا ما بعتقد، يعني ما بنعرف. لا الاستقاله هي قفزه في المجهول، ما حدا بيقدر يتحملها. ممكن انه تطيح يعني، هي بنفسها تبطل تقدر لا تنفق ولا لتتحول الى تصريف اعمال تدريجيا. ما هي بادائها اذا رح تبقى هيك عم تتحول شيئا فشيئا حكومه تصريف اعمال. يعني انه هلا مثلا مقبلين البلد على مشكله ماليه، ما في معاشات موظفين لا بالعسكر ولا بالامن ولا بالموظفين العاديين، يعني موظفين الادارات. طيب واقف هذا الموضوع، لا بيقروا القانون هذا ال 8900 مليار ولا بيقروا موازنه. طيب كيف الدوله بدها تصرف؟ كيف بده يصير انفاق؟ طيب بس لما دائما البعض يقول بانه حين فعلا يعني بيصير في هذا الخلاف الكبير بين السلطات التنفيذيه والتشريعيه، لابد من السلطه الاجرائيه رئيس الجمهوريه انه ياخذ قرار. يعني انه هون الدستور عطيه الصلاحيه، لانه يعني في الدستور المشرع رئيس الجمهوريه قرأ بانه امكانيه وقوع الاشكال بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه وارد جدا، فوضع هذه الصلاحيه بيد رئيس الجمهوريه وعنده اياها بالدستور ولم يحرمه اياها الطائف. لا لك رئيس الجمهوريه، يعني كنت انا وزملائي وقت عملنا حديث معه للجمهوريه من فتره، سالني هذا الموضوع. قال انا ما فيني امضي مرسوم بالوقت اللي فيه رأي للجنة المال، ما فيني اجيها رأي لجنة المال. بس ما هو بالبداية الرأي الآخر بيقول انه انتوا بعتوه. انا بتقديري يعني من يتحمل مسؤولية بهذا الموضوع هو المعارضة، لأنه المشروع موجود بمجلس النواب، درسته لجنة المال، وقت اللي انطرح بالجلسة قاموا طيروا نصاب الجلسة. كادوا أن ما طيروا. لا طيروه. والرئيس بري قرأ بعيونهم انه بدهم ينسحبوا، بس ما كان طار. لا طيروه للنصاب، طيروه. انا عامل لك طيب. لا بس رئيس بري قالها طيروه، ما طيروه. هلا الرئيس بري شو عم بيقول؟ وهن كانوا بعدهم بالجلسه. الرئيس بري شو عم بيقول؟ انه ساعه انه الوزير الصفدي انه قدم صيغه، رجع قال له فسر الماء بعد الجهد بالماء انه راح بالاول على اساس ناطره مجلس وزراء يقدم، طلع بالاخر يقول انه خي معقول مشروع موجود بمجلس النواب. طيب موجود بمجلس النواب، ليش ما بيقروا؟ طيب بس هلا اصلا لا مجلس النواب بده يقره ولا مجلس الوزراء بده يلاقي له المخرج اللي هو لاعاده ارساله الى مجلس النواب. وقعت الواقعه، من دلنا واقفين محلنا؟
لا، ما يفترض يلتقى حل، لانه بده يلاقوا حل لموضوع الامساك. ما معقول يكون الحل عبر رئيس الجمهوريه وصلاحيته، يستخدمها الصلاحيه اذا يعني بمشي. رئيس الجمهوريه بمشي بيقول يعني، رئيس الجمهوريه عم بيقول انه انا ما بمضي شيء غير قانوني وغير دستوري، هيك بيقول انه مش دستوري هذا الحكي. نحن بقى بهالديباج. انا برايي في مشكله سياسيه كبيره في البلد. المعارضه تدفع في اتجاه احد امرين، اما بتلغوا 11 من الملف وكله خلي يكون كله سوا، واما نحن رح نضل نشغل باتجاه خليها تسقط الحكومه، اعتقادا منهم اذا سقطت هذه الحكومه قد يستطيعون عبر احتمال عوده النواب الاستاذ وليد جنباط الى الاكثريه السابقه تشكيل حكومه اكثريه من الاول على ابواب، لانه هن يعني نعم منهم مرتاحين انه يروحوا على انتخابات وفي حكومه يعتبرونها خصم لهم. استاذ طارق، كما بدأنا الحلقة من طرابلس رح ننهيها من طرابلس مع زميلنا رامز القاضي. صباح الخير رامز، يعطيك العافية. صباح الخير نانسي. يعني فينا نقول وفي اليوم الثالث يعني قام السلام في طرابلس، فينا نقول قام الهدوء، تالت سابت، شو هي المصطلحات اللي فينا نقولها لفعلا نطمئن اللبنانيين من بعد ما كنت وكبتنا يعني بهدول اليومين الماضيين بمشاهد اعادت الى الاذهان مشاهد الحرب الاهليه؟ نعم نانسي، فعليا في اليوم الثالث يعني حل السلام، كل يعني حل السلام هنا، وإن كان بطعم الحذر ما بين جبل محسن وباب التباني. ففي هذه اللحظات يعني ومنذ الساعة السادسة صباحا منذ لحظة وقف إطلاق النار يخيم الهدوء النسبي في بين جبل محسن وباب التباني، فلم نعد نسمع لا طلقات نارية ولا رشقات نارية. توقف صوت الرصاص وأفرغ المسلحون ما في جعبتهم من رصاص. القرار كان اتخذ مساء بوقف اطلاق النار عند الساعة السادسة مساء. يعني في شارع سوريا من خلفي بدأت الحياة تعود تدريجيا الى طبيعتها بعد المواجهات التي استمرت 3 ايام، وبدأ الناس يعاودون نشاطهم بشكل تدريجي. اما بالنسبة الى حصيلة الضحايا في 3 ايام فلا توجد أرقام دقيقة حتى الساعة، ولكن الجرحى فاقوا 100، فيما عدد القتلى ربما يعني 10 قتلى حتى الساعة. هذه هي المعلومات الأخيرة عن حصيلة الضحايا. بالنسبة إلى الطرقات في مدينة طرابلس فلم يعد هناك أي من الطرقات المقطوعة، هناك دوريات لقوى الأمن الداخلي كانت قد أيضا سيرت 300 ضابط وعنصر، هم منتشرون في المدينة عبر حواجز يدققون في الهويات، إضافة إلى أن الجيش اللبناني في شارع سوريا يسير دوريات مؤللة وهو أيضا يدقق في الهويات ويعمل على إعادة الهدوء وعلى إعادة الهدوء إلى هذا الشارع وإلى مناطق وأحياء باب التباني. هو أيضا كان قد انتشر في جبل محسن. نعم رامز، علمنا أيضا نانسي نعم رامز بالنسبة وزير الداخلية نعم. غدا وزير الداخلية غدا سيتوجه إلى مدينة طرابلس هنا إلى مقر السراي، حيث سيعقد لقاء أمنيا سيحضره أيضا في المعلومات الأولية عن الأفرقاء يعني ممثلين عن الأفرقاء المتنازعة هنا من جبل محسن وباب التباني. تفضلي نانسي. نعم يعني رامز، هذا الاجتماع هو اجتماع للأمن الفرعي في طرابلس. أيضا أريد أن أسألك، طالما يعني كنت عم بتتابع بهدول اليومين الأحداث بين باب التباني وجبل محسن، هل يمكن القول بأن مسلحي الجانبين اليوم هن باستراحة محارب، أو أنه في حديث يعني اليوم عن يعني في دعوات لجعل طرابلس منزوعة سلاح، هل تعتبرها أنه هذه الدعوات فقط رح تكون أمال، أما على الواقع فلا، كل واحد بضب سلاحه وبيقعد ببيته أو بمكانه؟ نعم في الواقع نانسي فعليا هي استراحة محارب، لأن هنا البعض يؤكد أن إطلاق النار وفتح النيران يتم بقرار سياسي وتقفل بقرار سياسي، أي أن ما لحظة اتخاذ القرار السياسي والغطاء السياسي بدخول الجيش وحسم الأمر وإعادة الهدوء، قد تم الهدوء وتم فرض الهدوء هنا في ما بين جبل محسن وباب التباني، وعليه فإن المظاهر المسلحة تسحب يعني من الشارع في الجهتين، ولكن هي فعليا استراحة محارب وهي يعني هدنة
هدنة واستراحة، لأن المشكلة مزمنة ونحن نلاحظ يعني فتيل صغير يشعل المعركة من جديد وينزل المسلحون على من الطرفين يعني. فلذلك المسلحون هم سحبوا سلاحهم وانسحبوا من الشارع، ولكن الحديث عن منطقة منزوعة السلاح هو حديث سابق لأوانه، وهو حديث بحاجة إلى قرار سياسي في المدينة واتصالات ما بين جبل محسن وباب التباني، ولكن على ما أعتقد أن هذا بعيد الآن، والآن فقط هو سحب المظاهر المسلحة من الشارع. أما الحديث عن نزع السلاح فهذا الكلام غير دقيق وغير يعني لا وجود له هنا على الأرض. نعم رامز، أساسا يعني قيادة الجيش يعني ركزت في بيانها على أنها تدخل طرابلس لحماية الاستقرار وليس لمواجهة الأهالي، وفي ذلك طمأنت منها على أنها لا تريد الدخول في معارك مع الأطراف المسلحة، كون الجهات السياسية ربما التي تغطي هذه الأطراف المسلحة لم تعطي قرارا سياسيا بعد بضرورة نزع السلاح. رامز نحن سنكون معك في تقارير مفصلة في نشراتنا الإخبارية، والحمد لله على السلامة لك ولا أبو عمر ولا أحمد طبارة ولا شباب التقنيين اللي معكم، ولا زميلنا أيضا نصر، ولا نصري نصر الرز أكيد، لنصر الرز أكيد، ولا الزميل ميسم عم بيقولوا لي اللي عم بتابع معكم، ميسم وعلي طفيلي وكل فريق النقل المباشر الذي أيضا تابع في خلال 3 أيام كان على الأرض برفقتنا، وكنا نتجول معهم في كافة المناطق من أجل نقل الصورة. يعطيكم العافية رامز وشكرا جزيلا لك. يعني اخيرا استاذ طارق، ان شاء الله يكون فعلا يعني برساله رامز التي توحي بالهدوء، ان شاء الله يكون وشفنا الحركه رجعت، يعني ان شاء الله يكون القرار السياسي ناجز في هذا الموضوع بدعم الجيش لاعاده فرض الامن في طرابلس وعوده طرابلس كما كان الناس يعرفونها جميعا، طرابلس المحبه والوحده الوطنيه ان شاء الله. سكرتير تحرير في جريدة الجمهورية الأستاذ طارق ترشيش، شكرا جزيلا لك أستاذ طارق، أهلا وسهلا فيك ومرحب بك دائما باستديوهاتنا. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، غدا حلقة جديدة من برنامج الحدث، فكونوا على الموعد.